وحيث لا نزال في العاصمة صنعاء، عقد الاجتماع التأسيسي لجمعية الإخاء اليمنية العمانية الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب. العلاقات اليمنية العمانية ضاربة في عمق التاريخ. الجذور التي جمعت بين الأجداد علاقة بدت جلية في التاريخ الحديث بين البلدين في مواقف جلالة السلطان قابوس بن سعيد من العدوان على اليمن، موقف تجسد في العاصمة صنعاء بالاجتماع التأسيسي لجمعية الإخاء اليمنية العمانية، والذي يسعى لتحقيق الكثير من الأهداف. أهداف الجمعية تنظيم تسهيل الأعمال بيننا وبين عمان في الوقت الذي قامت كل الدول بمحاربة اليمن وحصار اليمن وتوقيف جميع الأنشطة والأعمال، ستقومت الجمعية بتنظيم جميع الأعمال سواء الاقتصادية سواء الطبية، التبادل التجاري، النقل، جميع الأعمال ستكون بيننا وبين سلطات عمان. أتقدم بالشكر الجزيل للسلطان قابوس الذي وقف مع اليمن وقفة مشرفة في الوقت الذي لم تقف معها أي دولة لا عربية ولا غير عربية. علاقة الآباء والأجداد يسعى الأحفاد لإحيائها وتجديدها من خلال العمل في الجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث يمكن أن تصبح سلطنة عمان ومنتجاتها بديلا عن الدول التي تحالفت ضد اليمن. طبعا لا يخفى على الجميع حجم العلاقة والوطيدة بين اليمن والجار سلطنة عمان في مختلف النواحي. إن شاء الله احنا مركزين على الجانب الاقتصادي بإذن الله وهو الأهم إن شاء الله في الموضوع. إحياء للأمجاد التاريخية بين الأجداد والآباء في شتى الجوانب، جاءت جمعية الإخاء اليمنية العمانية لإعادة وإحياء تلك الخصال التي أصبحت جلية في هذا المشروع القديم المتجدد. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء.